إلى ذلك أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط عن تقديره لدور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الأزمة الأوكرانية ونجاحه في التوصل لاتفاق بخصوص الحبوب. جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع غوتيريش في إطار مشاركته في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات المتعلقة بالأزمة الدولية وكذلك تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.